مشاهدينا الكرام وسعدتم صباحا، اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. بداية، يترأس اليوم بالجزائر وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل اجتماعا وزاريا ثلاثيا حول الوضع في ليبيا، يضم كلا من نظيره المصري سامح شكري والتونسي خميس الجهناوي. ويندرج هذا الاجتماع ضمن المشاورات المستمرة بين الجزائر، مصر وتونس حول الوضع في هذا البلد الشقيق والجار، حيث يشكل فرصة لعرض التطورات الحاصلة في ليبيا على المستوى السياسي والأمني، كما يبحث الاجتماع السبل الكفيلة بتعميق جهود البلدان الثلاث للإسهام في دفع مسار تسوية الأزمة في إطار مرافقة الليبيين على نهج الحوار والمصالحة. يشارك وزير المالية عبد الرحمن راوية ابتداء من اليوم في أشغال الدورة السنوية 53 لبنك التنمية الإفريقية والدورة 44 للجمعية السنوية للصندوق الإفريقي للتنمية المزمع عقدها في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية. كما يشارك راوية في حوار حول الأفاق الاقتصادية في إفريقيا عام 2018 واجتماع اللجنة التوجيهية المشتركة التي تعد الجزائر عضوا فيها هذا العام إلى جانب 8 دول أخرى، وبدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزيري الاستراتيجية والمالية الكوري الجنوبي. يشارك عبد الرحمن راوية في أشغال المؤتمر السادس حول التعاون الاقتصادي في جنوب إفريقيا. برلمانيا، استأنف المجلس الشعبي اليوم المجلس الشعبي الوطني اليوم أشغاله في جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس سعيد بوحجة وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان بدة محجوب. الجلسة مخصصة لعرض ومناقشة مشروع النظام الداخلي على نواب المجلس. مشروع القانون يندرج في إطار استكمال مسار الإصلاح الدستوري والسياسي الذي انبثق عن المخرجات الدستورية الجديدة. تربويا، تتواصل لليوم الثاني على التوالي الامتحانات الموحدة للبكالوريا التجريبية عبر الوطن، حيث سيقف فيها المترشحون لشهادة البكالوريا عند مدى جاهزيتهم للامتحانات التي تجرى ابتداء من 20 جوان القادم. من أجل التكفل الأحسن بالمرضى، استفادت بلدية ولاية إليزي من سيارات إسعاف جديدة رباعية الدفع ومجهزة بكل الوسائل اللازمة. كما استفاد قطاع الصحة من 25 وحدة سكنية جديدة لفائدة الأطباء المختصين بالمناطق الحدودية، إضافة إلى تدعيم النقل المدرسي بحافلات جديدة موجهة إلى تلاميذي القرى النائية إبراهيم بالخير. بهدف التكفل الأمثل بالمرضى وفي كل المناطق النائية، استفادت البلدية الست لولاية إليزي من 6 سيارات إسعاف جديدة رباعية الدفع ومجهزة بكل الوسائل الضرورية في التدخلات الطبية. كنا في معاناة بين الحقول المرضى هذول اللي في المناطق النائية، اليوم الحمد لله يعني من خلال استفادنا من سيارة إسعاف مجهزة في بلدية إليزي. شكر الخاص للسيد فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على هذه البرنامج الذي مس كل بلديات ولاية إليزي. بلدية برج عمار دريس قد استفدنا من سيارة إسعاف رباعية الدفع لفائدة مستشفى بلدية برج عمار دريس الذي كنا نعاني من أزمة السيارات الإسعاف. هي مبادرة رائعة جدا لفائدة هذه الولاية الشاسعة، لأن المريض أو الطاقم الطبي أو الطاقم الشبه الطبي بحاجة ماسة إلى نوع من هذه المركبات اللي يتنقل نحو المريض في المناطق النائية أو يتواجد في المناطق الحضرية. واستعدادا للدخول المدرسي المقبل، تدعمت حاضرة النقل المدرسي لبلدية جانيت برج الحواس وبرج عمر دريس بحافلة جديدة للنقل المدرسي والتي ستوجه إلى تلاميذ القرى والمناطق النائية بالولاية. الدراهم نتاع الولاية ولا نتاع البلديات ولا نتاع الولاية يعني بصفة عامة، مدى بينا كي تروح لهاد الامور المليحه واللي باش تبقى في المصلحه العامه. الاعتمادات المخصصه للتكفل بالجانب الاجتماعي قمنا باقتناء
حافلات للنقل المدرسي وسيارات الإسعاف، أجهزة تدفئة. هذه الأجهزة مخصصة منها للبلديات لتدعيم الجانب الصحي، بالإضافة إلى تدعيم النقل المدرسي للبلديات. كما استفاد قطاع الصحة بأكثر من 20 وحدة سكنية جديدة توضع تحت تصرف الأطباء الأخصائيين بمختلف البلديات، بهدف توفير الشروط الموضوعية والاجتماعية لعمل الأطباء بالمناطق الحدودية. ووسط فرحة كبيرة بين السكان، استفادت اليوم ببلدية المحمدية بمعسكر 262 عائلة من سكنة جديدة بعد معاناة طويلة دل الماضية. بعد معاناة طويلة داخل هذا الحي السكني القديم، تستلم اليوم أكثر من 200 عائلة سكنتها الجديدة لتستقبل الشهر الفضيل. أنا في 56 عام كنا فيها، كي خرجنا الوسع ونقاوة والحمد لله، والتحية الجزائر. واسعة صافا الحمد لله غاية ونقاوة لله وتحية الجزائر. عملية الإسكان هذه تعد الخامسة بولاية معسكر منذ بداية العام. اليوم تفيضا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، نشهد ترحيل من محمدية 262 عائلة اللي كانت تقطن في العمارة تشهد على الحقبة الاستعمارية أي للسقوط، ونبارك لكل العائلات اللي تزامنت مع رمضان. سمحت بتوزيع أكثر من 1200 وحدة سكنية ليستكمل هذا العدد قبل نهاية السنة ليبلغ 4400 مسكن اجتماعي إيجاري. إضافة إلى بلدية المحمدية، معسكر وتغيام بين البلديات التي ستستفيد من 1200 وحدة سكنية بعد انقضاء الشهر الكريم. دوليا، وفي الذكرى 45 لاندلاع الكفاح المسلح الصحراوي ضد قوة الاحتلال المغربي، جدد رئيس الصحراوي إبراهيم غالي استعداد جبهة البوليزاريو والدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب بحسن نية ودون شروط مسبقة، بغرض استكمال مسار تصفية الاستعمار وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، مطالبا بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الأخير وقرار القمة 30 للاتحاد الإفريقي. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة خاصة للاستماع إلى عرض للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة حول التقدم المسجل في تنفيذ خطة الأمم المتحدة في ليبيا، لا سيما ما يتعلق بتنظيم استفتاء حول دستور جديد والتحضيرات الجارية تحسبا للانتخابات التشريعية والرئاسية التي تطلع الأمم المتحدة إلى تنظيمها قبل نهاية السنة الجارية. في سوريا، ارتفعت حصيلة الانفجارات العنيفة التي ضربت مستودعات مطار حما العسكري، ارتفعت إلى 28 قتيلا من عناصر قوة الجيش السوري والمسلحين الموالين له، حسب ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان. وحسب المصدر نفسه فإنه لم ترد معلومات فيما إذا كان الانفجار ناجم عن خلل فني أو هجمات استهدفت المستودعات. أعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا فوز رئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 70% من الأصوات تقريبا، بعدما فرزت معظم بطاقات التصويت. وحسب المجلس الانتخابي فقد فاز رئيس الاشتراكية المنتهية ولايته ب 67.7% من الأصوات مقابل 21.2% لمنافسه منافسه الرئيسي هنري فالكون. وتمتد ولاية مادورو الثانية من العام 2019 حتى 2025. أطلقت الصين اليوم قمرا اصطناعيا هدفه اكتشاف خبايا الجانب المظلم للقمر وإقامة حلقة وصل بين الأرض ومسبار قمري. القمر الاصطناعي سيستقر في مدار على بعد 400 ألف كيلومتر من الأرض، وسيكون أول قمر اتصالات في العالم يعمل من هناك.
رياضة فيما يلي، حيث فشل المنتخب الوطني لكرة القدم لفئة أقل من 20 سنة في التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 المزمع إقامتها بالنيجر بعد الهزيمة المسجلة أمس أمام منتخب غانا بنتيجة 2-0، وكان المنتخبان قد تعادلا سلبا في المباراة التي احتضنها ملعب 5 جويلية الأسبوع الماضي. من بين المساجد العتيقة التي تشتهر بها ولاية الأغواط، المسجد العتيق بقصر تجمونت، مسجد بني خلال القرن 5 للهجرة، يرسم مشاهد من وحي التاريخ ويلخص مراحل من عبق الأصالة في بنيانه وشكله. روبورتاج لعبد أو لجميل عربيد بقلم غنية وادية. بقصر تجمونت الذي لطالما شكل مركز عبور للقوافل من المغرب الأقصى إلى المشرق العربي، أنشئ المسجد العتيق، أحد أقدم المساجد بالأغواط في القرن 5 للهجرة. بني في خلال القرن 5 للهجرة، أي حوالي القرن 10 للميلاد، أثناء الزحف الهلالي. أما الرواية الشفوية التي تتعارف عليها سكان المنطقة، فإنه يقال أنه أن بنائه والله صاحب القطعة الأرض هذه اللي بني عليها المسجد العتيق هو أحد سكان المنطقة، يعود إلى قبيلة أولاد يوسف الذين استقروا بتجمونت، قصر تجمونت، في حوالي القرن 1680 للميلاد. المسجد بني بمواد تقليدية محلية كالطوب والجبس والصفصاف. بني بطابع المواد الأولية التي الموجودة في المنطقة من الطوب، الجبس والجير، وحتى السقف تاعو بني بالمواد الأولية الموجودة بالمنطقة كالعرعار، شجرة العرعار والصفصاف والقصب. بالإضافة إلى ذلك أنه شكل خارجي تاعو يخلو من المئذنة، وتعاقبت عليه عدة أئمة ومصليين ومدرسي قرآن، حتى الرحال العرب الذين كانوا يمرون من هنا كانوا يقيمون صلاة فيه ويقدمون الدروس في المدارس القرآنية. المسجد معلم أثري بقصر تجمونت الذي يعد تراثا ماديا هاما يحفظ الهوية التاريخية والحضارية للمنطقة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى الختام، شكرا على المتابعة، ألقاكم بخير.